شهدت جبهات إدلب هدوءا حذرا بعد إعلان وقف إطلاق النار إثر اتفاق روسيا وتركيا الذي نص أيضا على إبعاد المجموعات المسلحة على جانبي الطريق الدولي M4، وذلك من بعد سراقب من الغرب تجاه جسر الشغور، ما سيضمن استكمال تأمين الطرق الدولية بإشراف روسي تركي. المنطقة التي تمر ضمن مدينة ضمن محافظة إدلب، هناك إشراف دوريات تركية روسية، وبالتالي إبعاد الجماعات الإرهابية. أردوغان يقول أنه سوف يسحب قواته البديلة ممثلة بجبهة النصرة 6 كيلومتر إلى الشمال وإلى الجنوب. هذا يعني بالعرف العسكري أنه عزلت القوات الإرهابية الموجودة في منطقة جبل الزاوية وفي المنطقة الممتدة من جسر الشغور وإلى الجنوب، وباتت غير مترابطة مع قيادتها، وبالتالي باتت عديمة الفعالية من الناحية العسكرية. الاتفاق تضمن الاعتراف بوحدة وسيادة سوريا والاعتراف بالنقاط التي وصل إليها الجيش السوري وإبعاد المسلحين لمسافة 6 كيلومترات على جانبي الطريق الذي انتشرت عليه الدوريات المشتركة الروسية والتركية. نص الاتفاق بأن ما توصل إليه الجيش العربي السوري لا يمكن الرجوع عنه، وهذه التهديدات والوعيد وبالعدوان و بالسياح إذا باتت خلف ظهورنا تماما، ظهور الجيش العربي السوري. اعتبر الاتفاق انتصارا سوريا روسيا بعد فشل كل أوراق الضغط التركية، وفرصة لإيجاد حل للمدنيين. تنسحب هذه القوات الإرهابية إلى الجنوب إلى الشمال 6 كيلومتر، هذا يعني أنها قد باتت بحدود مدينة إدلب، وبالتالي أيضا في البعد العسكري هذا يعني أنك أنت قد أرغمت الإرهابيين على إخلاء هذه الجغرافيا بشكل كامل، وسوف تسمح في المجال للمواطنين السوريين بالعودة إلى بيوتهم آمنين. رهن أردوغان على عدة متغيرات لم تحصل، على الناتو، على ابتزاز الأوروبيين من خلال المهجرين، على الدعم الأمريكي المباشر، على قدرة تلك الجماعات المسلحة الإرهابية بأنها قادرة من خلال تدريبها وتسليحها على إرجاع الجيش وعلى الاحتلال أو إعادة احتلال المناطق التي تم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري. كل هذه الاحتمالات باءت بالفشل. عبر مراقبون سوريون عن ارتياحهم لوقف إطلاق النار الذي تم في جبهات إدلب، خصوصا أن الاتفاق شمل تأمين الطرقات الدولية الأساسية والاعتراف بوحدة وسيادة الأراضي السورية. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بيك، دمشق.